علي قديما وشائعا بحش المسكين. تحية لكم متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم عبر هذا البث المباشر مرة أخرى هنا من إقليم أسفي وبالضبط من جماعة البدوزة الكاب. تحية لكم طيبة عطيرة، عيد مبارك سعيد. وما يمكنش تكون في شي بلاصة وما تلقاش مع شي رجاوي ولا شي وداني، أي بلاصة كنتي في المغرب ولا خارج المغرب، جوج ديال أهم الفرق الكبرى اللي كتلعب وكتمثل الدوري المغربي. استوقفنا واحد المشجع رجاوي ويوجه انتقاد، قال ليك أسيدي ما تهليتوش بزاف الرجاء في التغطية الإعلامية. قلت لي وعلاش؟ قال لي لا ما عجبنيش داك الشيء، الوداد كانوا مهلين فيها أكثر الرجاء. لا قلت لي راه ودي راه ما عندي ما نقول. قال لي ودي راه ما كرهتش ندوز واحد الكلمة. قلت لي هي الأولى دابا وندوزو عبر هذا البث المباشر. ومبروك عليكم أسيدي. الولد هذا رجاوي ولا ودادي؟ ها شكون عندك في الدار دابا ودادي؟ ها ولو كان خرج لك شي واحد تحيدو من الحلم المدني. عندي حفيدي صغير ولكن ولا كلمه تحيه للشارك. البلاد منين؟ كازابي. تحية الرجاويين كاملين، الشعب الرجاوي مبروك عليكم هذه البطولة 13. الرجاء داتها بواحد الجدارة واستحقاق، وكنقول لهم ألف 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 مبروك. جا واحد التحية للأخ رشيد الطبيب ديالنا الصديق ديالنا السي متقي، كنرجع ليه التحية لكم. الله يصحو. رجاوي ولا ودادي؟ رجاوي. كنشكركم من هذا المنبر هذا، كنشكركم بزاف لان عطيتكم الفرصه باش نتكلموا. مرحبا. عبروا على الفرحه ديالنا، مبروك علينا وديما رجاء. واخا التقييم ديالكم اللاعب ديال 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 فريق الرجاء طيله هذا الموسم هذا، كي كانت الحضور ديال الرجاء زعما بشكل ايجابي وبشكل سلبي؟ عطينا جميع المعايير. اذا خصو يبقى المدرب؟ لا المدرب خصو يبقى. المدرب مزيان، المدرب في المستوى صراحه اصبح فيه غير الامكانيات. اللعابه كنشكروا بلاد المنبر، كنشكروا الجمهور، كنوجه واحد التحيه خاصه السي عبد اللطيف جريندو، لان الفضل كيرجع عليه هو. علاش؟ لانه هو اللي خلى الجيش تعادل باش تدينا حنايا على الصداره. هذا الخطاب ديال الناس ديال تطوان، جمهور تطوان، تحيه لجمهور تطوان والناس ديال تطوان. تحيه رياضيه كريمه في عقد بودريقه، كي جاكم التدبير ديالو ديال هذا السنه ربما ممتاز صراحه. جا في محلو؟ جا في محلو لانه كانت عشوائيه قبل، كانت عشوائيه، ولكن دابا حاليا انه تسير وكاين مكتب وراه. الله يعطيكم الصحة. جيتي الموسم هنايا ديال عرفة، جيتي دير؟ شوف الموسم، شوف الأجواء. الله يعطيكم الصحة. تحية لكم وتحية جميع الفرق المغربية أيضا فيما كانت. مبروكم عليكم. مرحبا. مرحبا. الله يحفظكم. العربي. الله يحفظكم، الله يكبر بكم، بكم يا سيدي ومرحبا.
السلام عليكم. تحية لكم. إذن متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، كنتم معنا أنا من إقليم أسفي وبالضبط من جامعة الدوزة، الكاب من موسم عرفة كان معنا رجاوي، تلاقينا معاه هنايا وحب أنا نوجه رسالة للجماهير الرجاوية فيما كانت كيعبر فيها على الفرحة ديالهم فوز الرجاء بالبطولة، وعطى مجموعة ديال النقاط ومجموعة ديال الملاحظات ديالو حول الكرة وحول الفريق ديالو اللي كيشجعو كيحماق عليه. تحية لكم مما كتابعونا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى بث القادم إن شاء الله، وشركم مبروك وعيد مبارك سعيد.